السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة إخواني للإعلان ديال اليوم، جبت لكم شركة جلوفو. وشركة جلوفو إخواني كيف كتعرفوا أنها شركة كبيرة اللي كتهتم يعني بالتوصيل ديال الطلبيات ديال الزبائن. وهاد الشركة إخواني علاش جبتها لكم اليوم، جبت لكم هاد الشركة للشباب إخواني، اللي الطلبة اللي هما دابا غادي يجلسوا العطلة هذه وما كاين ما يدار. هاد الشركة إخواني عندها مميزات كبيرة بزاف، أنك تخدم معاهم بصالير زوين بزاف، وكذلك بالنسبة للشباب اللي هما خدامين يعني عندهم خدمة ديالهم وباغين يزيدوا من المدخول ديالهم، هذه يعني فرصة لهم باش يزيدوا الخدمة ولا يزيدوا الصالير ديالهم بالنسبة للشركة ديال جلوفو. إذا إخواني كيف كتشوفوا أمامنا هنايا، عندنا الموقع أو الاستمارة ديال شركة جلوفو إلا بغيتي تدفع لهذه الشركة هذه باش تخدم معاهم. إذا إخواني كيف غادي نشرح لكم الآن، نشرح لكم الطريقة كيفاش غتعمروا هذه الاستمارة هذه باش تدفعوا الطلب للعمل مع جلوفو. وهذا الموقع غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، غادي تضغطوا عليه وغادي تبعوا، اولا تبعوا الطريقه كيفاش غادي نملؤوا هذه الاستماره هذه. وقبل ما نبداو اخواني في ملء الاستماره، ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا، وهيا بنا الان باش نعمروا هذه الاستماره. اذا اخواني اول شيء غادي نكتبوا هنايا الاسم ديالنا والنسب، وفي هذا المكان غنديروا الجيميل ديالنا، وفي هذا المكان اخواني هنايا غنختاروا المدينه فاش بغينا نخدموا، يعني كاين بزاف ديال المدن في هذا المكان اخواني، يعني على حسب المدينه فاش كاين انت ولا المدينه اللي قريبه لك الرباط على سبيل المثال. وفي هذا المكان اخواني غنختاروا غنكتبوا هنا نمره التليفون ديالنا، النيجاتيف هو كاين، يعني النيجاتيف كاين ديال المغرب اوتوماتيكمون. وهنا غادي نكتبوا الرقم الهاتفي ديالنا بلا ما نديروا صفر، غنكتبوا ديريكتومون بهذه الطريقه هذه. من بعد اخواني ملي غنعمروا المعلومات غنضغطوا على كونتينيو. بالنسبه اخواني لهذا المكان كيقول لك يعني فين سمعتي على جلوفو، يعني فين كنت تشوف انت كتختار اش موقع، مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانفو جوب ولا في اليونيفرسيتي ولا في قال لك شي واحد في العائله ولا في لي زامي ولا اوتر. المهم غنديروا حنايا واحد في هادو، نديروا هنايا نديروا فيسبوك ولا انستغرام ولا نديروا انفو جوب بالطريقه هذه. بالنسبه لهذا المكان اخواني هنايا كيقول لك هنايا اش من وقت باغي تخدم مع جلوفو، يعني كتختار هنايا غير اما غادي تخدم الويكاند في الويكاند او لا تخدم في لا سيمين كله. بالنسبه للشباب اللي هما يعني ديجا خدامين، ديجا عندهم خدمه اخرى مع الشركه اخرى، يمكن لهم انهم يخدموا في الويكاند، يعني يخدموا يومين في السيمانه، يعني يخدموا السبت والحد. بالنسبه اخواني للشباب اللي يعني ما خدامينش غير جالسين، يمكن لهم انهم يختاروا لا سيمين كلها ويخدموا لا سيمين كامله. المهم حنا غادي نختاروا اخواني لا سيمين كلها. بالنسبه لهنايا الوقت ديال الخدمه، اش من وقت باغي تخدم؟ واش باغي تخدم من الصباح حتى لوقيته الغدا اللي هما دايرين هنا الفي، لان كتكون الخدمه كثيره وملوك محركه يعني الصف كاين، المهم كتحرك القضيه شويه. بالنسبه لها تخدم في العشيه، العشيه كتكون شويه بلو فيبل، يعني كتكون الخدمه قليله وميته بزاف، يعني لي كوموند ما تيكونوش بزاف. المهم حنا غادي نختاروا هنايا من الصباح حتى الغدا، يعني من الوقيته ديال الصباح حتى الوقيته ديال الغدا اللي كتكون فيها الخدمه كثيره، غنختاروا هذه. وهنا كيقول لك هنايا واش يعني باش غادي تليفري، واش عندك موتور ولا عندك بيكالا. المهم حنا غنختاروا الموتور، يعني حنا عندنا موتور وغادي نديروا انفواي. مزيان، اذا في هذه المرحله اخواني حنا كملنا المرحله الاولى، وبالنسبه للميساج قالوا بان راه صيفطوا لنا واحد الميساج ولا واحد الرساله للايميل ديالنا باش نديروا الكونفيرماسيون ونكملوا التسجيل ديالنا انطلاقا من ذاك الرابط اللي صيفطوا لنا في الجيميل ديالنا. دابا غنمشيو حنا للجيميل ديالنا وغادي ندخل اخواني للجيميل ديالنا، ولقينا ان الرساله صيفطت لنا من جلوفو اللي هي غادي نكملوا فيها التسجيل. غنضغطوا مباشرة، نضغطوا على ابدا بالطريقة هذه اخواني، نضغطوا في هذه، نضغطوا على ابدا، وهنا غادي نكملوا التسجيل ديالنا في هذه الشركة ديال جلوفو. اذا هنايا ملف التسجيل في الدورة التدريبية، غنضغطوا مباشرة على ابدا بالطريقة هذه، ندير كومونسي. هنا اخواني واحد الفيديو كيعطينا يعني طريقة كيفاش كيخدموا في جلوفو، ديال الطريقة ديال التوصيل للزبناء. حنا ما غادي نشوفوش هذا الفيديو هذا، المهم انتم يمكن لكم انكم تشوفوا وتتفرجوا فيه. حنا نضغطو مباشرة نديرو كونتينيو بهذه الطريقة هذه. هنا كيقول لك ما هي مهنتك الأساسية، هنا كدير هنا كتجاوب على هذه الأسئلة هذو. هنا لا أتوفر على عمل، أنا في طور البحث، أتوفر على وظيفة وأريد تغييرها. هنا لدي وظيفة بدوام جزئي، وظيفة ذات جدول زمني حر، أنا طالب. لدي وظيفة بجدول زمني كامل وأبحث عن دخل إضافي. يعني هادو إذا كنت من بين هادو، في واحد من بين هادو كليكي عليه. الا كنتي ما كتوفرش على العمل وما عندكش الخدمه وراك تقلع عليها كدير اه،
حنا غنديروا نمروا السؤال الثاني. هنا قال لك هل عملت في تطبيق اخر لتوصيل الطلبيات او الزبناء؟ واش ديجا خدمتي في هذه الخدمه بحال هذه؟ ممكن دير الى مثلا ديجا خدمتي فيه كدير نعم منذ 6 اشهر، الى درتي نعم اكثر من 6 شهور، ولا ما عمرك خدمتي في هذا الدومين هذا؟ هذه الحاله هذه غنديروا نعم منذ 6 اشهر، وغنضغطوا على بي. وانا قال لك هنا كم ساعه تخطط للعمل يوميا مع جلوفو؟ غتخدم اكثر من 4 ساعات، من 3 الى 6 ساعات، اكثر من 7 ساعات. في هذه الحاله هذه كيف قلت لكم انا اختاريت انني ما عنديش العمل وكنقلب على عمل، اذا غنختار هنايا اكثر من 7 ساعات بالطريقه هذه، وندير اكثر من 7 ساعات. انتم اختاروا الاختيار ديالكم. انا قال لك هنا كم من الوقت تخطط للعمل مع جلوفو، يعني شحال انت كتخطط باش تخدم مع جلوفو؟ واش اكثر من 4 الاسابيع، من 8 الاسابيع الى 5، اكثر من شهرين؟ من نختار هنا ندير هنا اقل من 4 اسابيع بالطريقه هذه. هذا المكان هنا اخواني، هنا اختبار صغير غادي يختبروك، وغادي يقول لك هنا بناء على الخريطه اين هي وجهتي، يعني لان جلوفو راه كيخدموا بالمايبس، راه كيخدموا بالمايبس يعني بالخريطه باش كيخدموا. يعني الا بغيتي توصل شي حاجه من مكان عند الزبون، راه كيعطيوك لادريس ديال الشخص اللي غادي تصيفط ليه، وانت كدير المكان اللي هو اقرب لك لهذيك البلاصه، وكتبع الخريطه. اذا انت راه كاين في ا والزبون كاين في سي، اذا الوجهه ديالنا هي سي، هذه هي المكان، ها هو الموتور هنايا كيقول لك اش من وجهه غتمشيو ليها. غنمشيو، اذا الزبون عندك كاين في سي وانت كاين في ا، اذا غندوز غنمشي مباشره للجواب هو سي بالطريقه هذه. هنا كيقول لك هنا لماذا تريد العمل مع جلوفو؟ مثلا ديرنا جيل الاكسبيريونس، دون سو دومين على سبيل المثال بالطريقه هذه. وندوزو للسؤال الثاني. هنا قال لك هنايا هل تلقيح، يعني هل انت ملقح ضد كوفيد 19؟ ولا انت ملقح ضد كوفيد 19؟ هنا الا كنتي ملقح كدير وي، الا كنتي ما ملقحش كدير نو. المهم حنا غندير وي. هنا كيقول لك هنايا الفيكول كوفوزافي، واش عندك انت موتور ولا عندك بيكالا؟ يعني اختارينا هنا في الاول اختارينا الموتور، اذا هنا غنديرو الموتور. هنايا غنختارو لاداط نيسونس ديالنا، لاداط نيسونس ديالنا مثلا نختار مثلا 12 على سبيل المثال، نديرو هنايا 5، ونديرو هنايا 1982 على سبيل المثال، ونديرو هنايا اوكي بالطريقة هادي. قالك هنايا نيميرو دو لا كارت ديدونتيتي ناسيونال، هنا نختارو لا كارت ناسيونال ديالنا مثلا على سبيل المثال، نديرو هنايا على سبيل المثال، ونديرو هنايا اوكي. في هذا المكان اخواني غادي نختاروا الايبان بونكير ديالنا. الايبان بونكير اخواني كيكون يعني بزاف ديال الارقام اللي كيكونوا في الكونت بونكير. الايبان اخواني اللي هو هذا حسب اللي انت اخواني، الايبان ديال السي اش اللي هو هذا اخواني، كيف كتشوفوا الايبان ديال السي اش هو هذا، يعني ماشي لوريب، ماشي لوريب، الايبان كيكون الايبان، يعني كتمشي عند لا بونك وكتطلب لهم الايبان ديال الكونت ديالك، يعني تيكون رقم كبير، كيكون رقم كبير الايبان على هذا الشكل هذا اخواني، كيكون بهذه الطريقه هذه الايبان، تيكون فيه الحروف في الاول الام ا مثلا، وكيكون ارقام كثيره بزاف، يعني كيكون ارقام كثيره بزاف، كيكون اخواني بحال هذا الشكل هذا، كيكون جوج الحروف في الاول، وكيكون هنا الارقام بهذه الطريقه هذه. هنا ملي كنديروا الايبان ديالنا كنديروا هنايا اوكي بهذه الطريقه هذه. في هذا المكان اخواني كنديروا لادريس ديالنا وكنديروا اوكي، وهنا كنديروا الكود بوستال، كنديروا هنا الكود بوستال الطريقه، ونديروا هنايا اوكي. بالنسبه لهذا المكان اخواني هنا كطلبوا منا اننا نرفعوا الصوره ديالنا ديال البروفيل ديالنا، تكون باينه وتكون لابس فيها مزيان، يعني تكون واضحه مزيان، والصوره ما خصهاش تفوت 10 ميجا اوكسي. هنا نضغطوا عليها بالطريقه هذه على سبيل المثال، ونديروا اوفغيغ بهذا الشكل هذا اخواني، ونديروا اوكي. بالنسبه لهنا اخواني حنا اختارينا الموتور، هي الوسيله باش غادي نتحركوا. هنا غادي نرفعوا لاسيرونس للموتور ديالنا، يعني ناخذوا لاسيرونس وغادي نسكانيوه وغادي نصيفطوه سو فورم ديال ايماج، ما خصش هذيك الصوره ديال لاسيرونس تفوت 10 ميجا. نضغطوا على هذا المكان هذا بهذه الطريقه هذه، ونضغطوا على لاسيرونس بهذا الشكل هذا، ونديروا ونضغطوا على اوفغيغ، يظهر لنا هنا لاسيرونس، غنضغطوا على اوكي بهذه الطريقه هذه. في هذا المكان هنايا نرفعوا هنايا لاكارت ناسيونال ديالنا ريكتو، يعني الفاس افيك لا فوتو، يعني الريكتو كاين الريكتو كاين الفيرسو،
ديما الريكتو هي لافاس فاش كتكون الصوره، كتكون الصوره النمره ديال لاكارت في الاسفل ديالها. اذا غادي نرفعوها في هذا المكان، نضغطوا في هذه البلاصه هذه وغنجبدوا، كيف قلت لكم غنجبدوا لافاس اللي فيها الصوره، يعني هي هذه لاكارت ناسيونال الريكتو، هذا هو الريكتو اللي فيها كتبان فيها الصوره ديالنا. نضغطوا عليها ضغطه واحده ونديروا بحال هكا ونديروا اوكي. بالنسبه لهنا اخواني كيطلبوا منا الريسيو ديال ستاتيو اوتو اوتوبرونور او لا لاكارت ديال اوتو اوتوبرونور، يعني هنا هذيك لاكارت ديال المقاول الذاتي، يعني سواء عندك الريسيو يعني مازال ما خديتيهاش دفعتي ليهم مازال ما خرجتلكش، او لا الا عندك لاكارت ديال المقاول الذاتي اللي هي اخواني هي هذا بطاقه المقاول الذاتي اللي كتشوفوا هذا هو النموذج، هذا نموذج من بين النماذج ديال البطاقه الى عندك كتصيفط حتى هي، لان هي ضروري باش تخدم مع هذه الشركه ديال جلوفو. غنضغطوا على هذه الماكينه هنا بالطريقه هذه ونديروا البطاقه بالشكل هذا، الى ما عندكمش البطاقه كديروا الريسيو باش خديتوها. نضغطوا هنايا على اوكي. في هذا المكان اخواني هنا كيطلبوا منا لافيش اونتروبروميتريك، يعني السجل العدلي، السجل العدلي اخواني اللي كتجيبوه من عند البوليس، اللي هو هذا اخواني هذا هو النموذج ديالو، النموذج ديالو يعني على حسب كيشوف واش عندكم سوابق عدليه او لا، يعني كنجيبوه من عند البوليس وكنسكانيوه وكنرفعوه في هذا المكان، كنرفعوه في هذه البلاصه هذه مثال، غنجبدوه بالطريقه هذه نديروا له بحال هكا ونديروا له اوفغيغ ويترفع معنا السجل العدلي ديالنا بالطريقه هذه. في هذا المكان اخواني غادي يجيبوا لوريب بونكير، هنا لوريب بونكير اللي غادي يجيبوه في لابونك اللي فتحنا فيها الكونت. دابا المثال اخواني هذا هو لوريب، يعني كيكون الغولفي ديدونتيتي بونكير، يعني كيتسمى الغولفي ديدونتيتي بونكير، يعني كيكون على شكل هذا الرقم هذا اللي كيكون طويل ثلاثة الأرقام، يعني كيكون الأرقام كتار بزاف، هذاك هو لوريب بونكير ديال أي شخص عنده. على سبيل المثال هو هذا كيف كتشوفوا هنايا، هذا لوري بونكير هنا كيكون يعني ارقام كثيره بزاف، هذا هو لوري ما كتمشي كطلبوا في لابونك ديالك وكتحطوا وكتجيبوا يعني يعني وثيقه على شكل وثيقه وكترفعها في هذا المكان، يعني تكون من جايبها من لابونك. نضغطوا في هذا المكان ونرفعوا لوري ديالنا ونديروا اوفغيغ، نتسناو ترفع لوريب ونديرو اوكي بالطريقه هاني. هنا كيقول لك هنا اون فوتو دو باس فاكسينال، هنا غادي نحطو واحد لافوتو ديال الباس فاكسينال، كيف قلنا في الاول اننا درنا الفاكسان ديالنا ديال كوفيد 19، وهنا غادي نرفعو ناخدو داك الباس فاكسينال نديرو انسكانيو ونرفعو في هذا المكان بالطريقه هادي اخواني، ونضغطو عليها ونديرو اوفغي، نتسناو تتحمل معنا هاد الباس فاكسينال ونديرو اونفوايي. في الاخر هنا سي فيت ميرسي بور فوتخو طون، يعني هنا سالينا التسجيل بالنسبه لملء هذه الاستماره اللي غادي تصيفط للشركه ديال جلوفو. اذا اخواني هذه هي الطريقه باش تصيفطوا للشركه ديال جلوفو وتخدموا معها، حاولوا انكم تجمعوا هذه الوثائق اللي ذكرنا في الفيديو، واول شيء جمعوا الوثائق وسكانيوهم سو فورم ديال الايماج وحطوهم عندكم، عاد بداو في التسجيل بنفس الطريقه اللي درنا في هذا الفيديو هذا. الحلقه ديال اليوم سالات، وكنتمنى لكم التوفيق اخواني، وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.